طحنا الرز، نجمع بقى السحلب بتاعنا. بسم الله، شفت الرز عمل ازاي؟ يجنن. بسم الله، هنجيب كده بولة ونبدا ان احنا نجمع فيها مقادير السحلب اللي هتنزل معانا على الشاشه. الحليب دوت عشان اعمل بيه كوبايات سحلب تشوفوها معانا دلوقتي. يلا بينا. مقادير السحلب بتقول ان احنا معانا ايه؟ كوبايه من الرز المصري المطحون، كوبايه من اللبن البودر، كوبايه من السكر البودر، 5 معالق كبار من النشا، خمس معالق كبار من جوز الهند الناعم، وممكن تشيليه ما تحطهوش لو انت ما بتحبهوش. طيب 5 معالق كبار من السمسم المحمر، دول 5 صح؟ كده 5 معالق كبار من الكريم شانتيه، ومعلقة فانيليا، ونص معلقة قرفة بودر. ايه يا نونا دوت؟ هو السحلب بيتحط له قرفة؟ جربي، مش عايزاها ما تحطهاش، بس صدقيني جربي. انا قلت لكم مقادير السحلب اللي هتشوفوها النهارده مش هتشوفوها مع اي حد تاني. مقادير السحلب دي حصريا للبلدي يوكل بالشكل ده كده. ريحه القرفه مجرد ما قلبنا كده مع ريحه الكريم شانتيه وجوز الهند، يا روحي حاجه كده تهوس بالشكل ده كده. طبعا لما بنمسك الخليط ده كله بنعمله كده مع بعضه، ببدا ان انا احطه في البطرمانات، ببدا احط مثلا على الوش سوداني وجوز هند علشان ابدا ان انا زي ما بتجيبيه من بره بالظبط، زي ما بتجيبيه من بره بالظبط. اهو سمسم وجوز هند، ريحه القرفه مع السمسم والحاجات اللي احنا حاطينها بجد تجنن. عايزه تاكليه كده اهوت من حتى قبل من حتى ما تحطيه على الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا كده خلصنا، هبدا ان انا احطه في بطرمانات. الحليب عندي، هعمل كده كده، ده لتر حليب. ممكن طبعا تعملي كوبايه واحده، اللي هو تاخدي كوبايه الحليب تحطي عليها معلقه كبيره من مكونات السحلب بتاعتنا دي، تقلبيها على البارد مع السكر اللي انت عايزاه وترفعيها على النار، هتطلع معاكي زي الفل. السكر، وخلوا بالكم ان المقادير بتاعتنا فيها سكر بودر، فما تحطوش هنا سكر كتير. كده هبدا ان انا اخد كده، والله العظيم يا جماعة ريحته تهوس. لتر الحليب بيديني ايه؟ 4 كوبايات مثلا، صح يا رغدة؟ 4 كوبايات. طيب انا حطيت هنا 4 معالق، وهحط واحدة كمان عشان لو الايه، لو هو ازيد من 4 كوبايات. واقلب كده على البارد كده، المكونات كلها دابت معايا، بص شكله عامل ازاي، وارفعه على النار. بس قبل ما ارفعه على النار، انا عايزة اعبي الحاجات السحلب بتاعنا ده في البطرمانات عشان احط على الوش جوز الهند والسوداني. تخيلي بقى لما تجيبيه من بره، مش هتجيبيه طبعا بالنظافه والمكونات دي بالشكل ده كده، حبه سحلب عظمه 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 بالشكل ده كده. نحط كده بالشكل ده، ممكن اصلا تعمليه وتوديه هديه لحماتك او هديه لمامتك واخواتك. بص الشكل عامل ازاي، ما شاء الله، اللهم بارك. تحطيه في بطرمان كبير، ما عنديش اي مشكله، اهم حاجه ان البطرمان يكون ناشف، ما يكونش مطرحه مثلا كارف مخلل ولا كارف خيار ولا كارف اي حاجه ولا صلصه ولا الكلام ده كله، يبقى متعقم كويس، يبقى نضيف، يبقى متجفف، حطي فيه السحلب بتاعك وانت مطمنه بالشكل ده كده. حاجه كده ما شاء الله ما شاء الله. ادي عملنا بودر السحلب اهو. بالشكل ده. يبقى احنا كده عملنا بودر السحلب. وتعالوا بقى دلوقتي نرفع السحلب اللي احنا دوبناه على البارد، نرفعه على النار ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. نفضي حوالينا كده خلطنا الجميل، ناخد السحلب اللي احنا دوبناه في الحليب، كزرولة عندي سخنة، مضرب سلك، واعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
ريحة القرفة تجنن تجنن تجنن. خلوا بالكم ما يبقاش اللي هو تقيل قوي عشان يديني النتيجة اللي انا عايزاها، ان هو لما بيقعد وبيبرد شوية بيتقل معانا. انا عايزة ادوق، مش معلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قسما بديني ويمين اتحاسب عليه قدام الله ان السحلب اللي انتوا هتدقوه بعد ما تعملوه بالطريقه دي اكنك شارياه من بره بالظبط واحلى، ومش شارياه من بره وخلاص، لا ده شارياه من بره انضف انواع السحلب. يبدا يتقل معايا بس سيكه كده وابدا ان انا اصبه عشان هو ايه يعني اللبن بس يسخن. الكوبايات بتاعتنا موجوده، هنحط مثلا عليها جوز هند وزداني من فوق الوش اللي انت عايزاه كله. لما يجوا لك ضيوف عندك وتقدم لهم السحلب ده يقول لك مكلفه نفسك ليه؟ قول لهم لا والله يا جماعه ده انا عاملاه على ايديا، مش هيصدقوا، هيجي لهم صدمه اصلا. وما تدهمش السر الا اذا كانوا بقى بيتفرجوا علينا اصلا وعارفين طريقه السحلب. خليكي دايما مميزه بالحاجه اللي تتشرب عندك ما تتشربش عند غيرك الا اذا برضه كانوا بيتفرجوا علينا وعاملينها بنفس الطريقه. رهيب والله العظيم، تطعمته في بقي تجنن بالشكل ده كده. محضرين الكوبايات بتاعتنا، نعمل كده انا بس ما الحليب يسخن معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقعد وما بيبرد شويه بيتقل، فمش عايزين ان هو نكون بنشربه وهو تقيل عايز يتاكل بالمعلقه. انا اكره ما عليا السحلب لما نيجي نشربه اكنه عايز يتاكل بالمعلقه. يا جماعه انا عايز اشربه. بسم الله. شكلنا هنصب 2 جار بس. اتنين جار بس مش مشكله، ما عنديش اي مشكله. لا لا مش هجيب التالت. في حبه صغنانين ونخليهم عشان اشربهم في الفصل. Thank you.